اليوم نعمل معكم كما تشوفوا في الصورة أصابع الطاقة بالشوفان والمكسرات، صنع بيتي خالية من جميع المواد الحافظة، خالية من المحسنات، فتتكون صحية، تتعرفوا راسكم شنو عاملين فيها. الأساس ديالها تكون التمر والمكسرات، تصلح للناس الوليدات بحال دابا اللي ما تياكلوا شيء مزيان، ولا اللي ما عندهم شيء الشهية، ولا الواحدة اللي كان خارج ما وصل وقت الماكلة وما كاينش الماكلة معاه، يمكن يهزهم هكذا في الحقيبة ديالو ما بين الوجبات. فهما صحيين بزاف، والمكونات ديالهم بسيطة جدا، وصنع بيتي. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير بالخطوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ندير معكم أصابع ديال الطاقة بالشوفان والتمر والفواكه الجافة، وعندي الكوكو، وعندي هنا جوج الأنواع ديال الزنجلان ولا السمسم، عندي هنا الهيل والقرفه. يعني المقادير راها بسيطه، نحتاج لها كاس ديال الشوفان اللي غادي نحمروه نحمصوه، جوج الكيسان كاسين ديال التمر، وعندي ربع كاس ديال من كل نوع ديال المكسرات اللي عندكم، عندكم جوز او لوز او فول سوداني، اي نوع ديال الفواكه الجافه موجوده عندكم، جوج ديال الملاعق كبار ديال جوز الهند، ملعقه كبيره ديال السمسم الاسود والسمسم الابيض، ممكن تعملوا ملعقه كبيره ديال بذور الشيا او ملعقه كبيره ديال بذور كتان، يعني اي بذور عندكم ممكن تدخلوها في هذه الخلطه. وهنا عندنا ربع ملعقه صغيره ديال الهيل وربع ملعقه صغيره ديال القرفه. يلا ندوزوا للمراحل التحضير. في الاول غادي نقبطوا نحمصوا او نحمروا هات الشوفان تيتحمص جيدا، ماشي يتحرق، يتحمص، يتحمر هاد الشوفان. هذه كمرحلة أولى، ومن بعد هذا نحمصو كذلك ونحمرو الفواكه الجافة اللي عندنا كذلك. تبقى نحرك فيه ساعة ساعة. وهاد النوع ديال الشوفان اللي استعملت راه خالي من الجلوتين، جلوتين فري، يعني تستعملو أي شوفان عندكم. انا هذا استعملته، يعني حتى الناس اصحاب الحساسيه ديال الجلوتين القمح او اللي عندهم سيلياك ممكن ياكلوا هاد الجرانولا بارز ولا هاد الاصابع ديال الشوفان، اصابع الطاقه. من يعني بعد ما حمرنا ها هو الشوفان، غادي نضيفو على التمر، نضيفوه هو ساخن على التمر هنا، وهنا في نفس المقلاه غادي نقدر نحمص الفواكه الجافه الباقية ديالي. ندير هنا الكوكو على جوز الهند، الفواكه الأخرى مع السمسم، وغادي نحمرهم كذلك شوية قبل ما نضيفهم هذاك الخليط. نستمر هكذا حتى يبدي يتغير شوية اللون ديال جوز الهند، صافي، ونضيفو هادشي لبقية الخليط. هنا في آنية كبيرة تنعملو فيها التمر، وتنضيفو له هداك الشوفان المحمر، الهيل، القرفة، وملعقتان كبيرتان من جوز الهند الأصلي. وجوز الهند الزيت ديالو غني، يعني التعريف غني بالفوائد الكتير كتير للصحة. في هاد المرحلة تنحاولو ندمجو التمر مع الشوفان وهاد الزيت حتى تيرطب وتبدا يجمع لنا هذاك التمر، تبدا يجمع فيه هذاك الشوفان او لا الخرطال، تتعطيوه الخاطر بشويه بشويه حتى يرطب ويبدا يجمع، تجمع العناصر كلها مع بعضها قبل ما نضيفو هذيك الفواكه الجافه للمكسرات اللي عندنا. هنا انتم شفتوا تجمع، غادي نضيف هاد المكسرات كلها وهي ساخنه باش يتجمع لنا هذاك التمر، لازم نضيفوها وهي تكون ساخنه تتلين التمر وكلشي تيتجمع. هنا عملت القفازه لان داك الخليط ساخن، وحاولت نجمعهم بشويه بشويه
يعني ردوا بالكم راه تتكون سخونة سخونة، اعطيوها غير خاطر بشوية بشوية باش ما تاذيوش الايدين ديالكم. صافي تستمروا بهذه الطريقه حتى تبان لكم جميع العناصر اتماسكات مع هذاك التمر. من بعد تجيبوا واحد الانيه تدخل للثلاجه، انا خديت هذا ديال البلاستيك واحد العلبه، ولازم نفرشوها بورق الزبده وتنوضع فيها هذا الخليط ديالي وتنبسطها حتى للسمك اللي انا باغا. هتبسطوها على حسب السمك اللي نتوما باغين، انا بالنسبه ليا كان هذا المقدار ماشي ديال ما ديعمرش هذه العلبه كلها، فخليتها في السمك اللي انا باغيه. صافي وتبداو تبسطوها تضغطوا عليها باش من بعد تبقى القطعه متماسكه ماشي تحطوها وتخليوها. ضغطوا عليها مزيان بواحد الكاس او لا ملعقه بحال هكذا حتى تتماسك مع بعضياتها مزيان، وعاد عاد تغطيو عليها وتحتفظوا بها في الثلاجة حتى تتماسك مزيان، ومن بعدها نخرجوها باش نقطعوها. هنا تشوفوا من بعد مرور ليلة كاملة ممكن تخليوها هي واحد ساعتين المكانة، ماشي مشكل، انا خليتها في الليل. تتقادوا ليها الجوانب ديالها هكذا بالسكين، بالطبع هذوك الحواشي تناكلوهم ما تنضيعوهمش غير باش نقطعوها تكون قطع متساويه. تقديت هاد الجوانب هانتوما تتبان لكم راها متماسكه جدا، شوفوا جميع العناصر اللي فيها تتبان ملي تتقطعها. هنا قطعتها على النصف، ومن بعد هذا نقطعها على شكل اصابع، تبدو اصابع ديال الطاقه بالشوفان والمكسرات. انتما تشوفوا الطريقه سهله جدا صحيه، عملناها في البيت غير مكلفه، هكا تعملوها لوليداتكم ولا حتى لنفوسكم تخرجوها معكم ولا تاكلوها في البيت، راها صحيه جدا ولذيذه وسهله التحضير. انتما كيف شفتوا ما صعيباش نهائيا في التحضير ديالها. نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو واستفدتوا منه، خليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. نلتقي بكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.